عاجل جدا بالصوت والصورة، خبر يسعد الملايين من أصحاب المعاشات والورثة وكبار نائب من قلب البرلمان ومن برنامج مساحة حرة على قناة الحدث اليوم. أهلا بكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. مع تفاصيل الخبر، أبرز التعديلات اللي هتكون موجودة اللي هيستفيد منها ومين اللي مش هيستفيد منها، تشمل 170 مادة. بالنا احنا بنوع التعديل المطروح من قبل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وبالتعاون طبعا بالاتحاد مع أصحاب المعاشات الذي نشرف به أن نستضيفه، يعني مقره في مقر حزب التجمع في وسط البلد، وطبعا مؤسسه قيادة تجمعية الأستاذ البدر فغير رحمة الله عليه. احنا داخلين في التعديل 15 مادة تعديل واستحداث مادتين وحذف أخرى، يبقى الإجمالي من 170. تمام. من أبرز القضايا هو زيادة تمثيل، أولا زيادة استقلال الصندوق والهيئة المعاشات، هي برئاسة وتتبع وزير التضامن. إحنا التعديل لإطفاء القوة عليها أن تتبع رئيس الوزراء وليس الوزير المختص. طيب، عندي مجلس إدارة وعندي مجلس أمناء الاستثمار لأموال التأمينات والمعاشات، ده في له تركيبة معينة. احنا من ضمن المواد اللي زيادة تمثيل اصحاب المعاشات عبر المنظمات الخاصة به، زي نقابة اصحاب المعاشات اصحاب، يبقى في مجلس الادارة وفي مجلس امناء الاستثمار الخاص باموال طيب منين يجوا مجلس الادارة؟ احنا قلنا انه يختار من بين الاسماء التي ترشحها منظمات اصحاب المعاشات، يعني ما بقاش يجيبها في المطلق. تمام. على اساس ان انا اصحاب المصلحه زي ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، فيبقى مشاركين في مجلس الاداره، مشاركين في مجلس امناء الاستثمار. تمام. هذه قضيه، ده من القضايا زي ما بيقولنا، يبقى انا بزيد قدره واستقلال صندوق التامينات والمعاشات، وده احنا شايفين لانه عندي ماده 17 من القانون الحالي بتقول ان اموال والهيئة لها صفة الاستقلال، فانا ما ينفعش ان انا اخليها تابعة لوزير مختص وهو يرأس مجلس ادارتها ويرأس مجلس امنائها ويبقى تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومن ذلك تكتسب قوة ومناعة زي معظم كل الهيئات التي في الهيئات الاقتصادية والهيئات. تمام. ايضا فكرة البند 6 من المادة 21 تيسير ضوابط واجراء المعاش المبكر. ليه؟ زي ما قلنا احنا في بداية واحد الحديث. اجبر على المعاش ترك عمله، انا مش هسيبه معلق. بالظبط. انا مش هسيبه معلق او يقعد ما ياخدش معاش. انا محتاج ان انا انظم واسهل المعاش المبكر، لان قدراته وشخص في القطاع الخاص، لان انا كمان رفعت الى سن 65 سنة. فده معناها طيب في الحالية هو غير قادر على العطاء، فانا عاوز ايسر واديله فرصة بحيث ان يحصل على معاش مناسب وفقا لسنوات هو يقدرها باعتباره قادر على هذه المادة. ايضا حالات التسوية اللي كان ناقشنا فيها في الفاصل. تمام. المبلغ اللي انا هسوي عليه يجب ان يكون سنوات كافية ان انا تدي الرقم المناسب لصاحب المعاش حسب سنوات الاشتراك وحسب قيمة الاشتراك المتعارف عليه. ايضا عندك الزيادات السنوية. انا عندي اموال المعاشات، بدلا من انه كل سنة نقول هندي 10 ولا 7.5 ولا 15، عايزين نحدد نسبة مقطوعة وايضا تتناسب مع الفائض العائد من استثمار هذه الاموال، ويجب ان تعود على اصحاب المعاشات بالريع بتاعها بما يحقق لهم حياه مستقره، وخاصه ان انت بتكبر في السن احتياجاتك بتزيد، فالمعاش ده يجب ان يتناسب مع ظروف حياتك. وده من ضمن المواد اللي احنا ايضا متبنيينها. ايضا الماده 78 الغاء القيد على احقيه اصحاب المعاشات من المرضى في استخدام وسائل الانتقال الخاص.
مريض صاحب معاش ينتقل لتلقي العلاج. هنا بيقول له ما تستخدمش وسيله مواصلات خاصه. طب هو ما عندوش وسيله مواصلات عامه، ده هو مريض، لازم تتحمل الهيئه الصندوق المواصله بتاعته. ايضا عندي الماده مثلا من ابرز توحيد المدد التي تتعلق بصرف تعويض البطاله، لان هما في القانون الحالي مدد مختلفه. لا انا عاوز اوحد في مقابل البطاله، انا تعرضت الى توقف عن العمل على سبيل احنا في ازمه كورونا مثلا، جائحه كورونا، تم التسجيل على مواقع لدى القوى العامله بحيث العامل الغير نظامي عمالة غير منتظمة كان بياخد 500 جنيه في الشهر إعانة. المؤمن عليهم لما سجلوا طلبهم اترفض طلبهم رغم ان هو مشترك في التأمينات، وعلى سبيل المثال اصحاب المطاعم والمقاهي والعمالة المنتظمة دي اجبروا على الغلق وفقا تمام، يعني اجبر على الغلق ولكن استمر صاحب العمل مطالب انه يسدد حصة عن العامل اللي عنده، والعامل مطالب لا يتقاضى لانه مغلق بقرار مجلس. هذه الحالة كان يستوجب صرف تعويض، لانه هو لما قدم على الموقع وسجل رفض باعتباره انه عمالة منتظمة يعني مؤمن عليه. طيب خلاص يا هيئة الإدارات المسؤولة عنه في حالة توقفه عن العمل كان من الواجب صرف تعويض له عن فترة التوقف الإجبارية غلط قرار مجلس وزراء. لكن أنت صرفت لعمالة غير منتظمة لا تسدد اشتراكات، واخد بالك؟ ففي النهاية عموما احنا داخلين على مشروع قانون تعديلات، والقانون بالمناسبة صدر في 2000 قبل صدور لائحته التنفيذية، تم تعديل عليه بالقانون 25 في سنة 20. إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة، ضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ويمكنك تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لك على حسن المتابعة، ونتمنى لك يوما سعيدا، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ويمكنك تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لك على حسن المتابعة، ونتمنى لك يوما سعيدا، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ويمكنك تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لك على حسن المتابعة، ونتمنى لك يوما سعيدا، إلى اللقاء.